على هامش المبادرة التي اطلقتها الام تي بالشراكة مع اليو ان دي بي تنوعت آراء الحاضرين واثنوا على الجهود المبذولة لدعم السلامة المرورية لسلامة الطرق وإناراتها وإصلاح الحفر أهمية كبرى نحن جميعا نعلم أن لبنان هو من البلدان التي تعتبر حركة المرور فيها خطيرة لذا فإن كل ما يمكن القيام به لتحسين الوضع وأنقاذ الأرواح سوف ندعمه أشعر أن هذه مبادرة مهمة حقا لأن كوريا لديها برنامج مشابه وهي تقوم بحملة مستدامة لتقليل حوادث المرور هذه المبادرة مهمة كثير وأنا بتوقع أنه تنجح بشكل كتير قوي انه بعد 2019 وانهيار الدوله اللبنانيه اصبح ضروري انه الدوله اللبنانيه تشتغل مع المجتمع المدني بالشراكه والتعاون لتمرير الفتره الصعبه وصيانه البنيه التحتيه، انا دائما كنت حدكم وانتم بتعرفوا هالشي حدكم وحد الناس لانه انتم دائما بتحملوا او وجع الناس. المشاركون أكدوا وقوفهم الدائم إلى جانب القيمين لدعم مثل هكذا مبادرات توعوية أهم شيء بال بال ام تي في اهم شيء انا مش بس عم نصلح جوار بالطرقات عم نصلح جوار لبروسنا لان نحن هون بلبنان صرنا معولين على الغلط ونحن ايدنا بايدها شديش فينا نعمل بنعمل اليو ان دي بي كثير مهم لانه حقيقه ما حدا عم يهتم غير اليو ان دي بي بهالاشياء اللي لازم المفروض الدولة هي تعملها كلنا عم نعاني من نفس المشكلة إن كان مسؤولين ولا ولا مواطنين عم نعاني من هالمشكلة فهي المبادرة كلنا بنرحب فيها وبندعمها هاي المبادرة إحدى من المبادرات الإم تي في اللي دائما بنتابعها والناس كلها بتتبعها بقى مبادرة بغياب بغياب الدولة بهني الإم تي في على المبادرة والتعاون مع اليو دي بي ومع الجدول الامباسادورز اللي هن عم بيساعدوا دائما بمشاريع الام تي في واليو بي مبادرة تلو الأخرى ستقوم بها الأم تي في لأنها كانت وستبقى تشعر بأنها مسؤولة عن أمن وسلامة كل لبناني في ظل غياب تام للدولة